تعيش مئات القرى في اتجاهات اليمن المختلفة حالات مأساوية بالغة السوء، تتشابه فيها القصص التي تجسد واقعها وسط حالة الحرب الراهنة التي يحرق لهيبها بطريقة غير مباشرة كل أرياف اليمن القريبة من المدن والبعيدة. هذه إحدى قرى مديرية أسلم في محافظة حجة بشمال اليمن، تنعدم عند سكانها مختلف ضروريات العيش ويعصف بهم وبأطفالهم الجوع. ليس لديهم ما يأكلونه سوى أوراق الأشجار البرية المحيطة بهم، رغم ما هو معروف عنها من أضرار على المعدة والجسم والدورة الدموية. أنا شخصيا كنت معلم أو مدرس، ما أكلهاش لي يمكن 20 سنة من يوم ما توظفت في 89 قبل الوحدة بسنة، والآن بعد انقطاع المرتبات أصبحت الوجبة المفضلة عند أولادي. احنا نطبخ أوراق الشجر ونأكل من الشجر وننطق من الشجر صلاة النبي، يعني هنا ما يقول لك يعني تغذية، ما بوش تغذية، خماد موت في هذا المكان. هنا يوجد مركز صحي صغير هو الوحيد في كل المنطقة، يفتقر لكل شيء، لم يبقى سوى اسمه بعد أن غمرته المياه أخيرا. في الأسبوع الواحد نستقبل 17 حالة أقل تقدير، سوء تغذية حاد وخيم، لا متوسط عاد ولا عاد يعني في مستوى الطبيعي، حاد وخيم جدا العظم، وهذا مؤشر خطر عن أنه المديرية بمساحتها بأطرافها الحدودية يعني بهذا الشكل، الجوع مسيطر على أصحاب المناطق. الجوع المتفاقم في هذه القرية مؤشر على وجود عجز في نظام المساعدات الدولية في اليمن، حيث لا تصل المساعدات الضرورية لمن يموتون جوعا بسبب ظروف الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات. رغم كل ما نقوم به في مجال الصحة والتغذية وإعطاء الأسر مبالغ مالية في أيديهم، وضع الأسر دون أي عمل ودون أي دخل وعدم وجود مرتبات للموظفين كارثي، خصوصا في ظروف الحرب الراهنة. واقع هذه القرى هو الدليل الأكبر على أن التحذيرات من مجاعة شاملة في اليمن تفوق الجهود المبذولة لإبقاء الناس على قيد الحياة، أصبحت الآن حقيقة على الأقل في مختلف أرياف اليمن الآهلة بالسكان.